ادخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وإله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن كذب إنما يمكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستقلنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فمن يملك لكم من الله شيء هل أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا فكان الله بما تعملون خبيرا فظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم وظننتم ظن السوء وجدتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله على كل شيء رحيما سيقول المخلفون من الانصار إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل المخلفين من الأعراب لتدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تتولوا يؤتكم الله نصرا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ عَذَابًا أَلِيمًا وبت أشكو إلى مولاي
ألفوا يا آمالي في كل نائبات يا من علي لكشف الضر أعتمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إليك يا خير من مدت إليه يد لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله فلا تردنها يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل ما يريد لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله خوفا على من صلي من حسن صورته فلست أنظر الحمد لله
الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله يبدأ نادي الله يا خير هادي الله يبدأ نادي الله فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون آمنت بالله صدق الله العظيم.